هذا من جهة الشباب الذي نزل في 2011 ومن تعز بالذات الذي تعتبر رائدة الثورات وقرعة التحرر. ولذلك معاهدكم الله ومعاهد تعز الناس تتحرر تعز وتكون لها المكان اللائق ما يليق مع تعز ومع أبنائها. تعز وأبنائها ولسنا ناسين تعز مطلقاً. تعز ستكون في القلب وسأشارككم في تحرير تعز وأغيركم من عدة تحرير تعز. وإن شاء الله النصر القريب. تبديك يا إيمان بالروح بالدم. تبديك يا إيمان بالروح بالدم. تبديك يا إيمان.